السلطة الرابعة. مرحبا بكم معنا في الساعة الثانية من السلطة الرابعة، 10:08 في التوقيت هذايا. باش نهزكم لدبي، دبي اللي كانت احتضنت الدورة 22 لمنتدى الإعلام العربي بحضور أكثر من 4000 صانع محتوى بين رؤساء تحرير، صحفيين، شخصيات إعلامية مؤثرين في المنتدى هذايا كانوا حاضرين. كان فما جوائز، كانت فما نقاشات، كانت فما شراكات وبرامج للتعاون. كل التفاصيل هذه باش ناخذوها من عند زميلتنا الصحفية إنصاف خير الدين اللي موجودة في الإمارات العربية وكانت واكبت هذا المنتدى. زميلتنا سابقا بإذاعة تونس الثقافية، اليوم واكبت هذا المنتدى، وبطبيعة ما تنساش ديما الإذاعة الأم في إنها تقدم لنا كل التفاصيل والتوضيحات. صباح النور إنصاف، أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ليا، صباح الورد، صباح الفل، صباح النور لكل المستمعين ولتونس الجميلة والعزيزة على قلبي. مرحبا بك يا للا، موجودة في منتدى دبي للأعلام العربي. في أكثر من دورة الحقيقة أنت توا متابعة ومواكبة وفية لهذا المهرجان. وين نحب نبدأ معاك بخصوصية الدورة 22 سنة، شنو العنوان العريض لأهم الفعاليات؟ فعالية طبعا هنا متابعة لعالم الميتافيرس والذكاء الاصطناعي. نعم. هذا من بين أهم المحاور، المحاور السياسية كذلك خذيت جانب مهم جدا كما قلت أنت، الشراكات والماستر كلاس في مجالات الريزو سوسيو أو الموقع التواصل الاجتماعي، كذلك مهمة جدا بالنسبة لسناب شات، أو يعني هنا قوة التأثير تيك توك، كل مواقع التواصل، منصة إكس كانت حاضرة، تيليجرام، يعني هذم كلهم كانوا حاضرين. وبالفعل هو عرس إعلامي، هو من أعرق القمم، سنارة هو الاسم، قمة الإعلام العربي يعني. نعم. في الدورة 22 تطور الكونسيبت وأصبحت قمة الإعلام العربي. هنيئا للإمارات على هذه القمة يعني فعلا، لأنها جمعت نجوم وأكبر الصحفيين وأهمهم طبعا والمؤثرين في نفس الوقت. وبطبيعة تم تنظيم هذا المؤتمر وهذا المنتدى وهذه القمة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، وكذلك بحضور سعادة منى غانم المري اللي هي نائب الرئيس والمنتدب المنتدب لمجلس دبي للصحافة. نعم. ورئيس نادي دبي للصحافة. طبعا تعرف أنت هو نادي دبي هو اللي نظم هذه القمة كل سنة. نعم، أنت حاورتها منى غانم، بعثت لنا تصريح من بعض ما قالت. نعم. عن هذه الدورة. نعم. لقمة الإعلام العربي، نسمعوها ونرجع لك. إنصاف خير الدين، خليك معنا. يعني احنا في 3 أيام سوينا 4 فعاليات، والسنة الجاية أوعدكم أنها بتكون في فعاليات أكثر عن الـ4 فعاليات الرئيسية اللي هي المنتدى الإعلامي للشباب العربي، منتدى الإعلام العربي، وجائزة الإعلام العربي، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب. إن شاء الله السنة القادمة سيضاف إليها جائزة الإعلام للشباب العربي اللي أعلننا عنها، وبتكون هناك أيضا فعاليات كثيرة مصاحبة مثل ما شفتوا السنة. كثير من مبادرات إعلامية اليوم أعلننا عن مبادرة مهمة جدا للشباب وطلبة وطالبات الإعلام، وهي مبادرة التعهد من المؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص بتوظيف وتدريب وتوجيه طلبة وطالبات الإعلام. فهذه من الأشياء يعني اللي هي قريبة جدا إلى قلبي، إن أنا اليوم قدرت أوقع مع 24 مؤسسة من أكبر المؤسسات الإعلامية في دبي لتتبنى هذا البرنامج، برنامج تدريبي وتوجيهي، وفي النهاية أيضا برنامج لتوظيف الشباب. فإن شاء الله هذه من البرامج التي نسعد أن احنا نشتغل عليها. وأكيد جزء رئيسي لهم رواد إعلام دبي، يعني احنا أعلننا عن رواد إعلام دبي إذا تذكر العام الماضي، ولكن اليوم احتفينا فيهم من خلال برنامج خاص بهم بجلسات للشباب يسمعون منهم. وبالإضافة إلى ذلك أطلقنا كتاب رواد إعلام دبي الذي يسجل تاريخ هذه الشخصيات وكيف كانوا يعني من المؤسسين للقطاع الإعلامي في دبي.
كان هذا تصريح منى غانم المري وهي نائبة الرئيس مجلس دبي للإعلام. مشكورة إنصاف خير الدين اليوم مراسلة الإذاعة التونسية من دبي اللي أمنت لنا هذا التصريح. إنصاف نحب نرجع لك وننزلوا هذا الكل في علاقة بواقع الإعلام في بلادنا. تعرف كما قلت أنت التركيز عم ناول كان على إعلام الذكاء الاصطناعي، سنة زادوا خطوة إعلام الميتافيروس، الماستر كلاس، صناعة المحتوى، واهتمام كبير الحقيقة في دول الخليج لأنه مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في الخليج وصلوا 58 مليون، يعني 96% من السكان ياخذوا المحتوى الإعلامي من منصات التواصل. هل واقع هذا اليوم وحضروا ضيوف من تونس ومن المغرب العربي قديش يختلف وين يتشابه مع واقع الإعلام وصناعة المحتوى في تونس؟ والله شو نقول لك، سؤالي نعم. يعطيك صحة على هذا السؤال، هو عميق ميسيرش بصراحة. قول لنا كنا بعاد، قول لنا رانا بعاد. لا مش حكاية بعاد، احنا ما زلنا في المدرسة القديمة تتسمى، ما زلنا ما وصلناش للتطور هذية بطريقة الفعلة والطريقة الناجعة. يعني كونك انت في مؤتمر او قمة مثل هذه تلقى منصة اكس حاضرة، يعني نعم. او اهم المنصات اليوتيوب وغيره معناتها، ويعملوا تكوين ومستر كلاس، يعني هذا شيء معناها من قبيل يمكن ربما خيال في تونس. ان شاء الله ان شاء الله في تونس احنا اللي في تونس نملكوا التقنيات هذه بالفعل، معناها عندنا شباب ذكية، عنا صحفيين يعني فاطنين للشيء هذا، لكن للأسف لازم إمكانيات. الإمكانيات هي أساس كل شيء باش نجم نعمل شراكات مع مؤسسات كبرى مثل هذه. هنا تمثيل بالنسبة لتيك توك أو تليجرام أو سناب شات أو غيره، يعني هنا ثم ممثلين حقيقيين لهنا، مكاتب في اليوتيوب موجودة في الإمارات، اللي احنا للأسف في تونس ما نجموش نوصلها إلا عبر مراسلات أو غيره، لكن ثم تمثيل حقيقي لهذه المؤسسات. نعم. اللي هي فعلا يعني مؤثرة وما يخليوش مناسبة ليليا إلا ما يجيبوا يعني انستغرام أو يعني يكونوا حاضرين معناتها في التيك توك أو غيره، يكونوا حاضرين في الفعاليات كيما القمة الوان بيليون، القمة المليارديه كانت خاصة بالمؤثرين هنا. نعم. في الإمارات صارت وكان تمثيل حقيقي لمثل هذه المؤسسات، يعني هو التعامل مباشر معها معناها فهمتي. نعم. وأكثر من هذا ممكن الشباب هذم يتدربوا ويتعلموا ويسمعوا قصص نجاح من خلال هل المنصات الكبرى والقوية والمؤثرة. نعم، يعني احنا اليوم لازم نأطروا أكثر يعني. نعم، لازم نأطروا أكثر صناعة المحتوى، صحيح فيها الغث وفيها السمين، ولكن كي تكون مؤثرة ما عادش نحكيو كان على التفاهة على تيك توك والإنستغرام، لأنه زاد فما محتوى محترم على هذه المنصات. اليوم ما نجموش نقعدوا خارج هذه الدائرة قدام عدد المستعملين الكبير جدا لمنصات التواصل. إنصاف خير الدين، زاد كانت فما جوائز في منتدى قمة الإعلام العربي في دبي، وتونس كان عندها نصيب من الجوائز حتى ولو نعم. مش بوسائل الإعلام التونسية ولكن بإعلاميين تونسا. خليني فقط تعقيب على اللي قلته. أيه؟ ليليا، طيب اليوم مهم، يعني أنت تحدثت على المحتوى التافه. نعم. على مواقع التواصل، بالعكس على مواقع التواصل ممكن تشتغل، ممكن اليوم احنا صحفيين نستعملوه بطريقة يعني فعلا جدا معناها، فما البزنس، التجارة، العلم، كل ما تحب، يعني أي محتوى تحب تتابعه أو تستغله أو تمشي فيه بالعكس يطورك. هو لينكدين مثلا من أقوى المنصات اللي ممكن تكون يعني بروفيسيونيل وتساعدك في مجالات مختلفة. علاش نشوفوا ديما الوجه التافه؟ لا علينا يعني معناتها في اللي شاركوه معناها بالنسبة للتجارب متاع الناس وغيره، لكن ممكن الاستفادة إلى حد أقصى من مواقع التواصل اللي هي قاعدة تقوم بعمل جاد، والمهم هو في الاستعمال وصناعة المحتوى مش في الاستهلاك. نعم صحيح. نمشي للجوائز طبعا لهنا الجوائز الحمد لله معناتها تونس كان عندها نصيب من هذه الجوائز. خلينا نحكي شوية على المعايير اللي هي ترتبط يعني بالمجتمع، بالموضوعية،
توظيف الأدوات الصحفية الجاذبة للقارئ وشمولية الموضوع واكتمال جوانب التناول. هذه شروط بالنسبة للترشح والفوز بالجائزة. طبعا فما فئة الصحافة السياسية اللي كانت لجريدة الشرق الأوسط علي سراي، فئة أفضل كاتب عمود سي عبد اللطيف الزبيدي عن صحيفة الخليج، سنحكي لك شوي عليه فيما بعد. فما صحافة الطفل عن مجلة العربي في سبيها، كذلك الصحافة الثقافية سحار المليجي اللي هي صحفية من المصري اليوم، كذلك أفضل منصة هي موقع القاهرة 24، كذلك موقع معلومات مباشر حاز على جائزة الإعلام الرقمي، سبور 360 أفضل منصة رياضية، وملح على جرح وأفضل فيلم وثائقي. هذا إجمالا طبعا بالنسبة للجوائز. إذن أفضل كاتب عمود عبد اللطيف الزبيدي اللي هو عاش 18 سنة في إيران، كان يعني كذلك يقدم في برامج إذاعية في إيران، تعلم اللغة وترجم، عنده تراجم كبيرة، وبعدين انتقل طبعا إلى أكثر من 20 سنة في الإمارات ويكتب في صحيفة الخليج الإماراتية. نعم، وهو كذلك احنا باش نسمعوه انصاف انت حاورته بعد حصوله على الجائزة دي. هو خذا جائزة أفضل عمود الصحفي التونسي عبد اللطيف الزبيدي ويكتب في صحيفة الخليج الإماراتية. العمود طبعا هو اللي احنا نسميه في تونس ليديتو أو الافتتاحية، وكل ما يعبر عن صحافة الرأي انه يكون صحفي تونسي وياخذ جائزة عربية بمقام جائزة عالمية في صحافة الرأي في بلاد غير بلاده، أكيد هذا مهم جدا هذا التتويج. هات نسمعوا سي عبد اللطيف الزبيدي شقال على الجائزة ونرجعوا إنصاف. شكرا جزيلا. بمناسبة الجائزة أشعر بفخر وسعادة لأنني مضى من إقامتي الآن في دبي خصوصا 40 عاما، في أثنائها كتبت أكثر من 8000 عمود، من بينها 5000 عمود في جريدة الخليج مستمرة إلى يومنا هذا ابتداء من مطلع 2010. الأعمدة الأخرى كانت في جريدة البيان. الجائزة لها أهمية كبيرة لأنها تأتي لا من دبي فقط وإنما من كل الإعلام العربي. ثم الشيء الذي يلفت الانتباه هو هذا التيار السعودي في الاهتمام بالإعلام، فقد بدأت الدورة الأولى، نحن الآن في الدورة 22، بدأت الدورة الأولى يعني قبل 22 سنة، بدأت آنذاك بجائزة الصحافة العربية. نحن اليوم في قمة الإعلام العربي، في هذه القمة تلتقي الصحافة والإذاعة والتلفزيون والعالم الرقمي، كذلك وسائل التواصل الاجتماعي. من أهم الشعارات التي يطرحها الإعلاميون في دبي هو أن المستقبل يصنع اليوم، أو المستقبل يبدأ اليوم، بحيث كتبت عن هذا مرة قلت إنه تطبيق للطب الوقائي، لأن هذه النظرة هي بالضبط عندما ننظر إلى الجنين ونأخذ منه عينات لنكتشف ما هي الأمراض التي سيصاب بها عندما يكون في 50، وهذه نظرة استشرافية فيتوريست مستقبلية. عندما نرى هذه التجارب من العالم العربي وخارج العالم العربي، كل هذه الأفكار تتلاقح. يعني أتمنى أن يكون الإعلام صادقا قادرا على نشر حرية الفكر وحرية الرأي وحرية التعبير. إذا لم نزرعها وننبها فإننا سنندم كثيرا على أن كل مفهوم بنيوي للثقافة وللقيم الاجتماعية ولمنظومة القيم السياسية أيضا، لا أحد يستطيع أن يفرق بين السياسة أو يفصل السياسة عن الثقافة. السياسة هي أصلا فكرة ثقافية.
هذا عبد اللطيف الزبيدي صحفي تونسي من قمة الأعلام العربي في دبي، متحصل على جائزة أفضل عمود كان قد كتبه في صحيفة الخليج الإماراتية. باش نرجع لمراسلتنا في دبي إنصاف خير الدين، مرحبا من جديد. تتويج لصحفي تونسي احنا نفتخر به أكيد. نعم طبعا تتويج نفتخر به والحمد لله، وأنه أنا مصدقت روحي كيف لقيت هكا الاسم تونسي وولد في تونس، لأنه كل فائز على بجائزة طبعا يعملوا له تقديم وثائقي صغير يعني تقريبا 15 ثانية. نعم. وفرحت الحقيقة وحبيت أن نحطه في المكان اللي لازم يتحط فيه، لأنه ما شاء الله خدم يعني هذا أصله من توزر. نعم. يعني يتقن اللغة الفارسية، عمل تراجم مهمة جدا وكتب، كتب عديد الكتب، والحمد لله فخر لنا وأنه يكون كاتب تونسي يتوج في هذا المؤتمر. نعم. خليني جدا نذكر بشخصية العام الإعلامية اللي كانت من نصيب الصحفي القدير سمير عطلة، الحقيقة كذلك هو من قيدوم يعني في مجال الصحافة اللبنانية. سمير عطلة معروف جدا، وحتى كان لي حديث ما عملت حوار لأنه كان الوقت ضيق جدا. نعم. قال لي يكفيكم أنكم أعطيتونا تونس أعطتنا برقيبة يعني. نعم. ماذا فعلتم بقرطاج؟ احنا أعطيناكم قرطاج، قلت لي أعطيتونا عليسة، وإحنا من صنعنا قرطاج كان دردشة جميلة راقية. والحقيقة إن شاء الله ألف مبروك. مبروك لهم الكل. كيفما نجوم إنساف، فما نجوم الصحافة كما الأستاذ عطلة، وفما نجوم الدراما زيدا ونجوم الأعلام الحديدي من مصر. أي نعم. نعم. تو نحكي لك شوية بالنسبة للدراما العربية اللي كانت يعني شوف أنت قديش الكونسيبت يعني متكامل، يعني حتى الدراما كانت حاضرة. وهنا سؤال حول الدراما، كيف يمكن الدراما أن تكون أفضل، كيف يمكن أن نجدد الدراما. سألتني قبيلة على العنوان، يعني هو العنوان العام هو دايما المستقبل. المستقبل نعم. وين بالنسبة للتواصل الاجتماعي والبودكاست أو بالنسبة للمجال يعني المستقبل السرد القصصي، مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية، وحكينا قبيلة على الشباب. خلينا نرجع للدراما، الدراما العربية بين المحلية والعالمية كانت حاضرة. غادة عبد الرزاق، طيب حسن، صدق صباح وهو منتج، ودانيلا رحمة. دار هذه المحاضرة الأستاذ مصطفى الأغا، وهنا حديث حول الدراما، كيف يمكن أن نطور الدراما اليوم، الدراما العربية مهم جدا، وأنه نتحدث على الهوية، على الثقافة، على تراثنا العربي، وترسيخ كل هذه المعطيات في الدراما. نعم. أنا إنصاف هذه نهزوا توا المستمعين نسمعوا شوية شهادات من الضيوف من مصر، لميس الحديدي من تونس، ببكر الصغير، الناصري غيث من الإمارات. وبعد نرجع ونحكيوا شوية على التوصيات، لأنه بعد هذا الفعاليات الضخمة أكيد كانت فما أهداف رسمت وأعلن عنها في التوصيات. هات نسمعوا شهادات الحضور اللي انت رصدتهم، وبعد نرجع ونبدأ ببكر الصغير. أعتقد أن المنتدى الإعلامي العربي الذي ينعقد في دبي هو أعرق وأهم وأكبر وأكثر الفضاءات ثراء وتعددا وتنوعا من حيث الحضور، وكذلك هو مؤسسة في حد ذاته يدفع بالنهوض بالمشهد الإعلامي العربي وتحقيق ما يأمل إليه تقريبا كل الإعلاميين العرب، الذي بالفعل وحد هذه الساحة الإعلامية العربية رغم كل التناقضات والتباينات الحاصلة في المشارب الفكرية والسياسية والعقائدية والأيديولوجية. فنشعر هنا عندما نحضر على أرض دبي أننا عائلة واحدة، وأنه محكوم علينا أن نكون متضامنين متآزرين، خاصة في مواجهة كل هذه التحديات التي تعيشها شعوبنا ومنطقتنا. مبكر الصغير رئيس مجلس إدارة التلفزيون ورئيس موقع عرب 21 وكاتب عمود صحفي في صحف يومية عربية وفرنسية.
ما ظنش ان السوشيال ميديا تقدر تلغي التلفزيون، لسه البادجتس الاعلانيه اكتر على التلفزيون مش على السوشيال ميديا في مجتمعاتنا، حيث اختراق الانترنت مجتمعات متوسطه وبالذات ومحدوده الدخل، حيث اختراق الانترنت ما زال ضعيفا او يعني متوسطا، بيفضل التلفزيون رئيسي، ولكن التلفزيون محتاج يتطور والسوشيال ميديا محتاجه مزيد من الانضباط، هي محتاجه مزيد من الثقه، وما اقدرش اقول انها كلها، في البعض يعني يثق به الناس والبعض محتاج ان هو توثيق كثير مما ينشر، ولكن ما اقدرش انكر ان السوشيال ميديا اكثر سرعه، اكثر اختراقا، اكثر تواجدا في اماكن كثيره لا يستطيع الاعلام التقليدي ان يكون موجود فيها. وهذه كانت الإعلامية المصرية لميس الحديدي من قمة الإعلام العربي في دبي. باش نختم مع سيف الناصري من الإعلام الإماراتي. مرحبا بكم متابعينا الكرام، أنا غيث الناصري، مراسل لمجلة المدار ومراسل لمجلة دبي ومراسل لقناة ألوانكم. طبعا احنا حضرنا منتدى الإعلام العربي، هذا المنتدى يجمع أكبر إعلاميين في العالم والوطن العربي، فأنت لما يجون الإعلاميين من برا الدولة وداخل الدولة أنت راح تتعلم أشياء كثيرة، لأن هم خبرة أكيد. فإحنا بمسيرتنا الإعلامية تمام، مهما وصلنا لحاجة أو مستوى لازم نظل نتعلم. ليش؟ لأنه الإعلام تطور، ولازم أنت تشوف مسيرتك وين بالإعلام عشان تطورها، والأشياء اللي غلط اللي صارت قبل لازم نصلحها لقدام بالمستقبل نسويها صحيح. هذا شيء. شيء ثاني، الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يعني مقتحم العالم بكل المجالات، مو بس مجال الإعلام، بس احنا اكثر شيء يمكن مجال الإعلام، لانه سريع توصيل الرسالة الإعلامية اللي يبوها كل المؤسسات للمجتمع. فهذا الشيء صراحة يعني انا عاجبني انه الذكاء الاصطناعي داخل معانا، بس ان شاء الله ان شاء الله ما يأثر علينا بإذن الله، وان شاء الله احنا مستعدين ونطور نفسنا. هذا غيث الناصري، قبله هو سمعنا لميس الحديدي وسمعنا أبو بكر الصغير، ضيوف الإعلام العربي اللي موجودين في دبي. شكرا إنساف خير الدين، أملتنا كل هذه التغطية. وأنا باش نختم معاك، كنت معنا مباشرة من دبي، عن التوصيات أكيد كانت فما توصيات وأهداف نتبعت بعضها منه، أنه اليوم فما تأكيد على أنه الإعلام قوة ناعمة ولا بد من أنه يكون جزء من الدبلوماسية الثقافية في العالم العربي باش يأثر في الساحة الدولية. كانت حتى فما دعوة إلى إعلام عربي ناطق بلغات أجنبية، كيما الدول الغربية عملت إعلام ناطق باللغة العربية، ربما يتم التفكير في هذا الاتجاه. أبرز التوصيات حسب حضورك اللي كانوا المشاركين أعلنوا عليها. ليليا، هو هذا المؤتمر نعم. يدخل يطرح أسئلة ويخرج بأسئلة أخرى نعم. يعني أسئلة الإعلام لا تنتهي، أسئلة الإعلام متشعبة. اليوم تحدثوا كما قلت، كما تحدثت لميس الحديدي، على السوشيال ميديا والتلفزيون، يعني نعم. كيف يمكن للتلفزيون أن يعني تكون ثابتة في ظل هالتيار الكبير للسوشيال ميديا؟ هل هو تنافس أو تكامل؟ نعم بالضبط. أكثر من هذا، وسائل التواصل الاجتماعي والبودكاست، البودكاست اليوم مزاحم حقيقي للإذاعة للتلفزيون، يعني يعني كما قلت لك الأمور متشعبة بطريقة، وأنه في كل عام في كل ملتقى ثم أسئلة تطرح ثم أسئلة أخرى، يعني نخرج بها في حاجة إلى أكثر تعميق، أكثر تركيز على رسالتنا الإعلامية، رسالتنا الصحفية، أخلاقية المهنة. وأنت تعرف طبعا مجال الإعلام وفي ظل هل التغيرات الإقليمية الكبيرة. نعم. خليني نتحدث على ملف السياسي كان طبعا حاضر في هذا في هذه القمة وبقوة. نوف الرمول للصحفية التونسية تحدثت على الانتخابات الأمريكية وتأثيرها، وكانت أدارت جلسة جدا مهمة. طبعا الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على المنطقة من منظور إعلامي، ماذا سيحدث بعد 6 أشهر يعني في أمريكا، خاصة في مجال الانتخابات وتأثيرها، وقعها
وكيف ستلقي بظلالها على العالم وعلى الإعلام طبعا من جانب آخر. مستقبل اليمن كذلك هناك محاضرات عن مستقبل اليمن، كذلك مستقبل مجلس التعاون الخليجي، وكذلك فلسطين من منظور إعلامي عربي، كيف يمكن اليوم أن نتناول القضية الفلسطينية بمنظور إعلامي عربي. من أهم هذه الملفات السياسية الساخنة كانت حاضرة ووضعت على المحك الإعلامي، لأنها فعلا يعني أسئلة هامة، أسئلة لازم نشوف كيفاش اليوم نلقاو موقعنا في ظل هذه التغيرات الإقليمية والجيوسياسية العالمية. نعم إن شاء الله. طيب. إن شاء الله كي نرجعوا السنة القادمة تكون فما مشاركات وتتويجات تونسية أكثر، ديما ننطلقوا من المحلي. والله الحضور مؤسف أن الحضور التونسي ضعيف الحقيقة شوية على الأخر، وهنا صارت اتفاقيات بين يعني بين معناتها مراكز إعلام لبنانية وإماراتية مثلا. ثم يعني اتفاقيات، ثم عمل جدي في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، لكن فما تتويج تونسي. فما تتويج تونسي كيف يكون أفضل عمود. وفما صحفيين توانسة دونك نعملوا عليكم انتوما سفراء الإعلام التونسي باش الموسم القادم تكون فما شراكات ودعم أقوى للمؤسسات والمنصات التونسية. إنساف خير الدين، أنا ممتنة لك جدا على هذه التغطية وهالمراسلة هذه. نعم شكرا لك إنساف خير الدين من قمة الإعلام العربي منتدى دبي للإعلام في دورته 22. شكرا إنساف. احنا بعد شوية باش نمشيوا لفقرة اتجاهات. الاتجاهات اليوم باش نتحدث فيها على الإعلام المحلي، هل يمكن أن يحظى هذا الإعلام بدعم المؤسسات الاقتصادية في الجهة اللي هو يخدم فيها وإلا لا؟ هذا اللي باش نعرفوه مع منى متيبع ومنظمة البند 19. خليكم معنا.